2018 الاستيلاء على عرب الدبابة. عام كامل على بدء معارك تحرير ريف مدينة جسر الشغور، استطاع خلالها الثوار تحرير جميع قرى هذا الريف الذي يحتوي على نسيج إيديولوجي من مختلف الطوائف. بدأت المعارك من الريف الشمالي الذي يقع على الحدود التركية السورية، ثم الريف الغربي وصولا إلى مداخل مدينة جسر الشغور، المدينة التي استعصت على الثوار. والله نحن بالنسبة لنا يعني عملنا جهد كبير بالنسبة لمنطقة جسر الشغور، قدرنا نسيطر على الريف، ريف جسر الشغور بالكامل، بس في عنا ضعف، يعني عنا ضعف في الذخيرة وعنا ضعف في العتاد، والجيش أو النظام عامل ترسانة كبيرة من الجيش، يعني ترسانة كبيرة حقيقة، يعني وحتى يعني من حزب الشيطان كمان صار في عنا بالجسر. جسر الشغور طريق العبور والتوحيد والإخلاص وغيرها من التسميات التي أطلقها الثوار على محاولاتهم لتحرير هذه المدينة، جميعها واجهت مشاكل عدة دون تحقيق أي نتيجة. مصادر أكدت أن قوات النظام عززت تواجدها في المدينة من 8000 إلى ما يقارب 15000 عنصرا. السبب الأول ضعف الذخيرة بشكل كبير، والشغلة الثانية قلة التنسيق بين جميع العناصر، يعني عدم كتمان السر على تنفيذ العملية وكذا، واختراق الجيش أجهزة الاتصال عنا مباشرة. هذول اللي بشكل عام الفشل العمليات في الجسر. موقع مدينة جسر الشغور الاستراتيجي الذي يعتبر طريق الإمداد الأهم لعناصر النظام في محافظة إدلب جعل النظام يستميت في الدفاع عن هذا الطريق، وتبقى قضية تحرير المدينة مرهونة بمشاكل كثيرة وجب حلها أولا، وبينما تحل هذه القضايا تستمر مدفعية الأسد بدك القرى المحررة وترتكب مجازر يومية بحق المدنيين. محاولات عدة من قبل الثوار لاقتحام مدينة جسر الشغور دون نتيجة تذكر، والأهم أن فوهات مدافع جيش النظام لا زالت مصوبة باتجاه ريف جسر الشغور المحرر. عمار دندش، أورينت نيوز، من ريف جسر الشغور.